وبعد، فما قيمة فكر رحالنا في هذه التحولات التي تتبعناها خلال قرن أو يزيد؟ إننا لا ننكر على الإطلاق قيمة الدور الذي لعبه كل من رحالنا في الميدان العلمي الذي خاضه، ولا نغض من تأثير كل منهم في بعض معاصريه ومجتمعه، لكن ما نتوخى إبرازه هنا هو قيمة فكرهم نفسه كما تجلى في موقفهم من الموروث والمقتبس من القديم والجديد. بدنا في رحالنا أولا من نظرة إلى الحضارة غربية كانت أم شرقية، وكأنها متفرقات فكرية غلبت عليها صفة البعثرة واللمح المتعجل والتعدد التشتيت، فلم يتميز أدبهم بميزة الشمول الفكري لماهية الحضارة ولا ميزة التقصي التحليلي لمقوماتها. كما يلحظ أيضا أن البحث المتكامل المتماسك الأجزاء ليس من طريقة تفكيرهم، بل إن نظرتهم إلى ظواهر الحضارة الغربية لم ترتبط في معظم الأحيان بالأسس الفلسفية والمواقف الوجودية التي تنبعث منها تلك الظواهر. فلا نستبعد أن يكون وقوفهم عند سطح الحضارة الغربية دون الإيغال في مقوماتها الجوهرية وفي طبيعة العقل المستنبط وطريقة الاستنباط جميعا، هي التي حملتهم على الاعتقاد بأن اختيار العربي لما يلائمه من حضارة الغرب كفيل وحده بدفعه نحو التطور ومواكبة العصر وتحقيق الرقي المرتجلي، إذ ليس من نتاجهم من أدب الرحلة ما يثبت أنهم تجاوزوا مبدأ اقتباس علوم العلوم والنظم السياسية والاقتصادية إلى البحث في إعادة النظر في الذات العربية وكيف تتمكن من صهر ما تقتبس عن الغرب لتجعله مادة إبداعية أصيلة. وجلي أيضا أن أدباءنا الرحالين حرصوا على التمسك بالأصالة فيما أرادوا التحول بالاقتباس عن الغرب، كما نلقى في موقف الشدياق ومحمد فكري وأحمد زكي والمويلحي ومحمد فريد وكردعلي وزيدان وأرسلان والريحاني نفسه، على ما بينهم من تفاوت في ترسخهم في الأصيل وتطليقه لتبني الجديد. فكانت هذه النظرة سببا فيما شابه كتابتهم أحيانا من مغالطات واضطراب وتناقض، ويتضح من ذلك أن فكرهم كان تقميشا صحافيا سطحيا.